في موبيليتي كويسة من ناحية في اس جي، لو اتكلمنا على كارما شيلد موفمنت سبيد والداشز من ناحية الاي دي سي ومن ناحية الميد لين، موفمنت سبيد كمان من ناحية دين، هتلاقي ان صعب تعمل هيت بالت بتاعت بارتونر كده. مستحيل تشوف دين قادر ان هو يجانك على ليفل 6 وبارتونر ارفنجيج موجود على ريفنجر مره ثانيه في التوب سايد، هتكون التريد من نصيب ريفنج يا ولد على الست قادر ويظهر لي لان موجوده فلاش من عند كلاونز هنا وصاد فريق في سلاش وصل دين اوريدي هنا في الفايت ومش طالع منه مضطر شنطه ان هو فلاش باك للسيفتي، ولكن ستيل كانت مجرد الفوكس منهم موجود على الكلون. هاويفر لسه تشيس مكمل منهم ولا ممبر لحد دلوقتي على قيد الحياه. فريق في سلاش وفريق انجكس كله انتل لما راسته هيفول داون بسبب المسك شوت اللي كانت موجوده من عند سكريم لما نص وسط الخطر، ولكن ستيل تانكي وي تو سترونج هذا الازر كان بسبب الاكزاست اللي اشتريته الوقت، ولكن انتل وات تايم لوك مايس في النهايه هاي بيك اب عليه الكل. دريدج لاين موجوده من عند كلاونز يخطف مره كمان فورس بالنسبه للفريق نين جي اكس. تريبل مان كيل موجوده لصالح كيف دي، كوادرا موجوده لصالح كيف دي، وان جي اكس بابي جاف اوريدي مره ثانيه على السندرا في تيم فايت لحد دلوقتي. مره كمان بيشرع في ان هو يكمل ايتمز في وسط اللين ستاكينج كلوثينج ارمز، لكن قبل كده الفايت موجوده فيها البوت لين ممتازه مره كمان هنا التوك ويف اللي كانت فايرت من عند كلاونز تشيس مره كمان شبهنا، ولكن شوف مره كمان دومينيتنج كيف دي كل السبته موجوده معاه بالسكاتر ذا ويك. فريق في سلاش خسروا اثنين ممبرز مقابل لا شيء قصاد المجالس ات ذيس بوينت بلينج وذر فود فالواب موجود من عند بارتونار بكل اخرى سول وجايبها تحت ريفنج اللي السبب اللي اعلم والله لسه وقتها تحت التوري بتاع بارتونار والدرج لاين موجوده من عند كلاونز في النهايه بكل كل الرابعه لصالح فريق نجم جالكسي اجين بدون اي خسائر. جاجرنوت وصل بجير فورس ممتاز لان تسبر سوت رائع منه، ولكن الدمج اللي طلع من السندرا باللود از واي تو سترونج تولت فوكس عليه بسبب الدمج يا من عند جاجرنوت ومحاولات مره كمان فيها فايت، ولكن ترابل مانستر ممتازة موجودة دلوقتي بالسكاتر تويك من عند كاف دي. شوف الدمج اللي طلع من عند السندرا كول اوف ذا فورج جاد، ولكن دريتش لاين ولين موجودة من كلاونز هتني حياة لوك وايز هنا في الفايت اجين. سايكلون رائعة موجودة من جون داد مش عندي الفرصة الريفنج ان هو حد جدا انهم يفوزوا. يب ات ذيس بوينت لازم تخلي بالك من اي فايت ممكن تكون موجود عند فريق جالكسي اجين. دريتش لاين وطب الماسكاتر تويك الدمج اللي طلع من السندرا يا ولد يا كاف دي طب ايش دمج طلع منه انا باستر شوت في النهاية خلاص ات ذيس بوينت ما جالكسي حابين ان هم يدوروا على اند المباراه لان تنجر باي على اثنين ممبرز بس شوت ستوبر فلاش موجوده من عند الاستاذ ريفنج، ولكن نضرب مره كمان انجيج موجود من هي ميكا مش ده مش طالع منه ولكن لفول داون على اي جون في النهايه. انجيج موجود من عند بارتون وعارف الدبل مان كومبو يدي الفرصه للسكريم وشوف جاكر نتك مره كمان دخل في وسط الفايت، ولكن الباستر شوت من راس تاني حياته اجين. الزونياز موجوده دلوقتي هنا من عند راس وموجوده برضه مره كمان من عند دين الستوب واتش الدبل اللي فارده من عندهم هم الاثنين في النهايه. بارتونار بول انجيج موجوده بالاورن يرفعه في السماء وياخد الانستوببل بالاولموست كلين فلوليس فايت اللي كان موجود بالنسبه لفريق نجم جالكسي وصل فريق بيس لعشينه المباراه بجيم بلاي اكتر من رائع. بس حتى لو حاولت الكاونتر بجوين يا فولدر لو ركزنا هتلاقي ان انت صعب تهت اي سي سي الا لو رحت الريفن لكن الفين في الليل جيم دلوقتي ديسكاستنجلي بروكن نجري واحده من اكتر الايدي كاريز الاندر ريتد، ممكن الفرق ما بتحبش تتجه ليها قوي لان يعني مش حلو ان انت يكون عندك ايدي كاري بهايبر سكيل مع جانجلر بهايبر سكيل. نعم بنشوف البلايرز يعدلبوا مايلي على جانجلرز ايرلي زي بالظبط الجريفز اللي عنده فرصه كويسه جدا في ليفل 2 جانك موجوده لصالح فريق لوست اي سبورتس اجان، اضافه ان كمان عنده لسه اريحيه ان هو يكون موجود مره ثانيه في وكاكا اصلا ميد لينر من جانجلر بس حتى لو كان الفيجو في الجانجل ستيل دراجو مستحيل يتريد معاه مستحيل. وتريد موجوده من شكلنا من بودا مره اخرى هنا فيها توب لين ولكن فول داون فيها النهايه بفضل الليفل اللي كانت موجوده مع الريفن. هير وي جو يس ليفل 6 ليفل 6 قدامنا بفوق راح دراجو يا واي تو سترونج مره كمان كمان نستخدم الجوست ايرلي في التوب لين فمش انا من الاسكيب كولاترال دامج ممكن تكون موجوده في عظمه كودي عشان يلاند مره كمان الشط على دريجو، ولكن مش حاسس شويه كان لازم يكون في جونجلر احسن من الجون. نير جوز لسه بكلمك دلوقتي حالا برضه بالفورس دي شوف 2 في 2 واصله هنا يقدر فريق لوست اي سبورتس انهم ياخدوا فيها كل فور فري على 2000 وصل دريجو متاخر شويه لكن الجيج موجود منه انفنسبل سندرا هاي مره كمان فلاش باك تسيفتي دبل ممتازه موجوده من ليك ماي هيل يقدر ان هو يشتري بيها الوقت وصل بيرفكت بينج للفايت ولكن وي تو ليت ات ذيس بوينت ما فيش اي حاجه بايده ان هو يعملها بيحاول يدور على دايف على ليك ماي هيل لكن ده اللي بنتكلم فيه بالظبط خلاص ما مش كتير يعملوه. وكمان ماشيك وصل فيها البوت لين يا جدي ولكن كله كل منصيب ليك ماي هيل على دريجو السبيد يتجه للتوب سايد ولكن دمي ممتاز اخرى موجود عند ليك ماي هيل ماجيك بيدور على دايف بالفيجو وحالات مره كمان نوع تشيس بيرفكت بينج بار بريكر اكتر من رائع على دمي في النهايه هتبيك من كل لصالح انفنسبل ودريكس في نصيبهم والثالث على ما يبدو ما هي الا بودا بودا فايتنج 1 في 3 هنا في التوب لين براجنا روك هيقدر يلاند كل ممتاز على دماغ دريجو توماس شيسي موجود ولكن الدبل كل من نصيب الولف انكل ابو المره الثانيه اكس ورا الثاني بتشيس هنا ديجلا ياخذ معاه البلانت يور نوت جوينج اواي بدون الكل الثالث اللي ممكن تكون من نصيب بودا مره كمان شوف الدبل اللي طلع من الولف الكونكر في النهايه والبونك اللي موجوده من دماغه بودا وعيد 1 في 3 وصد فريق ثاندر كلاودز خلاص
هيرالد كمان موجود عشان تزود التيم بل بالنسبه لفريق ثاندر كلاودز. وحالات منهم هنا في تيم فايت اخير وصل دريجو هنا ولكن ما هياش انف الدمج اللي طالع منه. ريكلس سوينج واحده ورا الثانيه موجوده من عند بود من راجنا روك. مفيش اي سكراو كنترول بيقدر عليه انديفينيتلي اكستندنج مره كمان الالتيميت بسبب الدمج اللي عم يطلع على التشامبيونز في النهايه. السنه التيميت الدونينج شادو مش هيخليه حتى فول داون. لسه كل ده لسه مكمل على شاكرون. اثنين تورتس من رامبي واحد ريفل وزود عليهم كمان كومبو بيبسي لارج بسبب اثيك انت خلاص ماجيك ات ذيس بوينت قادر انه يرجع مره كمان هنا على النكسس. خلاص at this point I think it's done بالنسبة لفريق Lost Esports. صوت فريق Thunder Clouds بياخدوا جيم بطريقة ممتازة. ناحية ال 2v2s أنا شايف ال early Wukong الصراحة value بتاعه عالي قوي قوي قوي. بلوه انفيت قوية جدا بالإضافة إنه كان بينجز على توشيرو ولكن نادر توشيرو لحد ما كانش مركز في الماب كان مركز مين على التوب فياخد شوية دمج من فيجنس. وفي هذا الصعيد برضو في بورو ضد ميرفا في التوب لين على الايتروكس وصاد الكميل ولكن فيجنس يرجع تاني فليكس اولين دلوقتي على توشيرو مضطر انه يستخدم فلاش. فلاش باك فورورد موجود من عند فيجنس بيتريد عليه ياخد الفيرست بلاد النصيب ريع معاه والصعبة ستارت قوية جدا. وحالات مرة كمان هنا قصاد ميرف من الانجيج مره ثانيه من عند بور ولكن المره دي دوك علي بيجوين البارتي بكلاش الاوجمنت. الفلاش مش راضي مع ميرفا زي ما اتكلمنا فهيكون في سهل الكل بالنسبه لفيرا صلاح فلاعب على صوره شوف دامج من ميرفا قادر ان هو يدليك باك هانز. لسه بكلمك ان المفروض ما تكونش حياتهم صعبه في ان هم يقتلوه في النهايه بور هيبقى كمان كلام الاجنايت ولكن يا ولد يا ميرفا ولكن تو ماتش دامج برضه هيكون طالع منهم في الليد جيم لحد دلوقتي. الفيجر انفينيتي سكيلينج فلانك موجوده من اكاشي من ويفرز وول يديها الفرصه بالنسبه لفريق فوكس جيمنج ان هم يخشوا ويصعدوا فلاعب على الفايت ولكن الدبل تليبورت موجوده منهم. التيمت جيم لجت الانكار بيتر بي منشار موجوده من عند فروز الفولو اب موجود ولكن الدبل من الايتروكس هتبقى على طول. الكال اللي موجوده في الثانيه على دوك عالي هيكون اول ممبر يفول داون فور وصل باستر شوت موجوده من لونتك يعمل الكاونتر فور في فور اللي تشيس مكمل من فريق عبال وصل فريق فوكس جيمنج ايفنت هورايزن بكيف طبعا من ستون بالنسبه للريفنجر ولكن توشيرو سيظل على قيد الحياه بسبب ان هي كانت مجرد بس الدبل من الووكونج ولكن كيدز تريدت 1 فور 1 يا جلي. هو اشكافي تماما ويفرس وول عشان يخلي فريق فوكس جيمنج يكون كوميتد دلوقتي بيها الفايت انكار ولكن مش هتلاند على ولا تارجت هيكون هو ده الويك اب كول لان فريق فوكس جيمنج فور مان لوك اب موجود من عند ريفيدر شخص كان موجود من عند دوك علي والانجاج موجود منهم اكاشي كان ممتاز على النوتراس نواف والانجاج موجود من عند ميرف ولكن ويت وتانك على المره الايدروك شوت داون هكون موجود تاني كلكم من نصيب التاليه فول اوف تشيس موجود من عند فيجنز حصل على الكل الاولى بالهارت بريك الريست ممكن يكون عنده فرصه انه يكسب الفايت مره ثانيه بالدمج ولكن الروكيت جامب موجود من لونتك يهرب منها تشيس موجود من عند فيجنز كانسل الدبل تشارج من عند ميرف والفلاش مش حاضر من عند فيجنز بيدور مره كمان على تشيس موجود عند لونتك كان سام فلاش موجوده من تريستانا يفول باك منها في الفايت وتوشيرو ولوناتيكو ميرفا بيل تشيس ولكن تليبورت حاضره وجايه من عند بور الوقت عشان يحاول يقرب مره كمان موازين التيم فايت مع فيجانزيري كامز الهوك شوت ميتلاند ولكن دبل ممتاز من عند توشيرو هايفر نوتنا بس عمل بور بيت ساندر الكل الاولى الكل الثانيه ممكن تروح دامج تشيس ممكن من فيجاس مره ثانيه موجودين على ميرفا جن بيحاول يفول باك ان الايتروكس ولكن السي سي تشين قويه جدا بور الدمج اللي طلع منه بيبليتريت ميرفا الدبل تي بي حاضر مره ثانيه الانفرنال تصول من نصيب فريق ابعال هوك شوت بتلاند دلوقتي على اكاشي الفايت لسه مكمل لحد دلوقتي ميرف تانكينج ويت ومش دامج فيجنس هاي فول داون على ايد التاليه في النهايه الدمج طلع دلوقتي من عند فروزن لان كل ما بنت هورايزن بيلاند اللي استنى منهم فروزن قادر انه مره كمان هنا يطلع الدمج مع بارو عشان يلاند دبل مان كيل من نصيب فريق ابعال والصعب ميرف يصل الوحيد 1 في 3 بالكور 3 كاسكيت على الاتريكس ان كيلبل هذا الوحش ميرف الوقت داشنج اوفر الوول الفولو اب منه مش هيكون حاضر بس من الانستنج ما هياش ريدي ولكن في النهايه على ايد الديث دانس هاي فول داون الكل موجودة من نصيب فريق نواف محاولات من عبال والصحبة مرة كمان في الانكيج وصاد فريق فوكس جيمينج تليبورت موجودة منهم دلوقتي هنا عشان يرجع اكاشي يوصل لي الفايت تريبل مان انكور فور مان انكور موجودة من فروز من السرافين هيكون هي دي فرصة الانكيج موجودة عند فريق فوكس جيمينج ساكلون موجودة من عند توشيرو بالهول الانكيج موجودة منهم نواف بالفويس سكر محاولات الانكيج ولكن لا دوك هيكون هو كمان كبش الفايدة اللي موجود معاهم هو فيجنز عشان فريق فوكس جيمينج ياخدهم هم الاثنين وياخد الالدر دراجون ويتنش انف اكاشي سيجن ناحيه التوريد بيلدر دراجون هيدر نوا خلاص ياخد الكيل الاولى اللي موجوده على ريفنجر معاه هنا مره كمان جاردن انجل لكن انجيج موجود منهم نواف محاولات مره كمان انه يشتري الوقت بالنسبه لفري ولكن اكاشي ياخد الكيل على ريفنجر ساكلون موجود دلوقتي هنا مره كمان من عند الووكونج بين توشيرو ولكن فريق فوكس جيمنج ما بيموتوش ما فيش اي نوع من انواع الدمج اللي قادر يوقف فريق فوكس جيمنج الفولو اب موجود منهم دلوقتي هنا على بورل بيحاول انه وحيد 1 في 3 ياخد كيل الاولى ممتازه دلوقتي هنا مره كمان الدمج اللي طالع من عند فريق فوكس جيمنج على انهم يندوا المباراه ولكن هيفشل لانه فوكس جيمنج بيكليم وخامس ان اليوم في المباراه سكيلينج ما اعتقدش ان هو يكون هو حكم المباراه قوي يعني حاسس ان لوشن زي ما اتكلمته لو فضل يبوش الميد لين ويطلع توب يجيب كيلز نزل بوت يجيب كيلز اعتقد هو السايفر ممكن ينهي الجيم بشكل اسرع واحد من اقوى الايدي كاريز اللي موجودين في الميتا دلوقتي
بالرينج ادفانتج بيكون معاه من الدبليو، باللونج رينج سكيلينج اللي بيكون معاه كمان في الليد جيم، يعني واحد من اكتر الشباب الدومينانت في الاشعلين موجود هنا يا ولد من عند انسين. قادر لافرست بلاد ولكن ميك مش هيخليها بس فور فري، هياخد الكل، هتكون مليون في المية تريد وورث بالنسبه لفري جي كي بسبب انه كل راحت لسبورت الليد جيم كومبو اللي موجود مع فري جي كي زي ما اتكلمنا في التيم فايت. ولكن نشوف محاولات للانجيج في 2 في 2، عارفين ان اريو اوت اوف مان، هتكون الفرصه مناسبه جدا، لكن تايدل ويف فرود على حضورنا كان براوس بيرفكت سيت اب وتقرني موجود من فريق تي بي اند بلاك لوتس. ستيب ذا جيم اب مره كمان فيها البوت سايد هنا بمساعده الجانج بلانك التي، ولكن وصلت الليليا مره ثانيه وصلت انسين. والحق جيد جدا انهم ولا اوكي تفضل اكس جيد جدا ان ايه انهم حاولوا يترد ريكر اللي صح فور مان سايلنس ميجر موجود من عند ووفو دلوقتي هنا، وشايف ووفو ووفو على الشوكا سلاتي لكن لا اي مس سلاش اوفر لا يا ووفو لا يا ووفو شيء حطونا وجهه لكن الفايت لسه مكمل عالطي تقول من عند البرون بفرق من عندهم هيدر كف سنو على سماي كمان يا ولد يا تلت لورد يستيل بيات لكن ده بلاك لوتس بيستغل مره كمان الميت بوزيشن اللي موجود من عند فريق جي كيف كان امبراج موجود من بيرفكت من نصعي وريكوين موجودة من عند مره كمان هنا الكارت سيدر روي كليم بيال في النهاية على ايجنوم ولكن يعطيها الى الميس فورشن ان اوبجيكتيفز سامونينج في فرق 6 ثواني بس اوكي ابن تي بي ال ولا عايزين ده ولا عايزين ده حابين ان هم يدوروا على فايت ما جاش في الوقت المناسب بسبب انه سايفر وصل اخيرا وصل. شفت الليت السنه بسبب الدمج اللي طالع من عند الجي بي تريد 1 فور 1 دبل مان للتنج لباي ولكن الزونيا كونتر هنا مره كمان من عند تيلت لورد حط نفسه اعتقد في الزونيا ضربه ويت ويرل يقول داون بالليفنج انتلر اللي موجوده من عند ميميك كده يكون 2 كيلز موجودين من نصيب جي كي واثنين اوبجيكتيفز اعتقد ياخدوهم في المره دي مع هش وستوبر كومبو اللي ممكن لعله عسى يكون هو الانجيجمنت المناسب ولكن سايفر موجود فيها الباك لاين بيخرج انسين مره كمان قبل حتى بدايه المعركه هيقدر هنا يعمل له سكيور مره كمان ووكو بالفيست هي ميكر مدخره جدا والشادو مره كمان شو ستوبر موجود مع شادو ووكر لكن دوليد لاندنج لاباي ممتازه موجوده من الليلي وفي النهايه الريكوين موجوده من عند شادو ووكر لكن ات وات بوينت ما هياش لكن للاسف يا خيبه المسعى هذا الكل ما قديش الى فوزهم بل ادى الى ثمن خساره في رصيدهم الى حد الان. في هو طبعا الليد جيم بتاعهم 100% انا شايف الليد بتاعهم لو وصلوه او تويتش استريح كندريد استريحت شايف ان مستحيل تكسبهم حتى لو في 3 بس عايشين. تويتش طبعا عارفين بالايتم بتاعته يقدر ريكول تايمينج جيد جدا يا بالظبط حالات هوفر موجوده في الجانك هنا الوقت على جايو في الميد لين يا ولد اللي شال من عند سايكن هتلاند على جايو في الوقت المناسب ولكن الدمج ما هوش كافي انه يقدر يقتله ولكن في النهايه انه في الدمج هيكون وصل ريتد ولكن واي تو ليت في الفايت كان اوريدي جايو هنا فول داون اظل ساكن على قيد الحياه وصل كمان سيفي واسال محاولات انهم يدوروا هنا على دايف ولكن نوت انه في التليبورت حاضر من عند ميزه عشان يقدر انه يسكيور مركب الميد لين بتاعه ولكن لا مش بس كده كول اوف ذا فورج جاد حاصل من عند ميزه جراند اندس موجود من عند الرقان ولين موجود دلوقتي مركب من عند مونكي يقدر يحصل بيها على الكل الثانيه في المباراه من نصيب انه بس ميزه بول ان الدمج الموجود من عند اورن لكن بيحاول انه يتراجع عظيم بسبب انه ماجد كمان واصل على اللي يقدر يبيك اب اول كيل على مونكي هكون مو ذنب هاويفر الاطر موجود لكن من عند ريدن لمسر سبايت انه يشتري بيها الوقت الدبل سايكل موجود مره كمان من عند مونكي بيك اب الكيل بيها على جاي وصل ميزه بيزه الى الفايت ريدن محاولات بالدمج الموجود من عند دلوقتي ولكن تشينس شوت موجود على ساكن ما فيش المره دي التيميت يجوز الكندريد هيتريد مره كمان كيل اخرى وصل ماجد وصل سيفي اجن ولكن البول باك هتكون موجوده من عند ميزه مره كمان دبل كيل من نصيب مونكي وانوبس ولين انوبس بعد ما يتخلصوا منه متجهين نحو الريفت لكن يظهر لي باش يصير فايت انوبس مش حابين ياخذوا هذا الفايت انوبس ابيرنتلي حاولوا هم بس يوصلوا في النهايه ياخذوا مره كمان الهيردن لكن الراتاتا حاضر من عند سام بالليتل ديم ودوماش مش طالع منه مره كمان بالكونتامينيشن هاي بيك اب كيل ممتازه هنا على فيفر فولو اب من ماجد موجود على الكيو هيدر نو ايلاند طبعا كيل لصالح سام تريبل كيل لصالح سام بالاي مره ثانيه والتشيس كمل منه ماجد هيدر نو يطلع دمج عالي كده مره كمان باللي التشيس موجود من وراه ما فيش داش اوفر يا الفرصه اوفر ديزن باد يعني لكن شوف خلينا نشوف مره كمان هنا محاولات في الفايت موجوده من التو تيمز اولين موجود دلوقتي هنا من عند شباب لكن فيفر بدون كويكنس مستحيل يكون عنده فرصه انه يقدر يطلع الدمج الكافي والفولو اب الموجود معانه بس غير راتاتا موجود من عند سان وبليد ريدنج مره ثانيه فريانو بس فولو اب موجود منهم دلوقتي كويكنس حاضر اخيرا عند فيفر فور مان جراند انترنس يا ولد بالنوك اب رينا الى اول كيل ولكن تكون اول واخر كيل حصل فيها بسبب انه سان انشيتد على التويتش بالضبط دي بي من عند سايكن حديث عن الوقت سايكن مثل برضه حاضر من وراه كل فورس جارد موجود المره دي متاخر عليه من عند سيفي هياخد اول كيل هنا مره كمان بالشوت داون حاضر عند مكان هيكون سان داون مره ثانيه هنا والاول ان موجود على ماجد حاله انه ممنوع عمرك من عن انه ريكول فلاش اوفر الوول فولو اب موجود من سايكن بسبيريت رش ممتاز مره كمان الشباب كلهم ولكن ميزه حال السيرش الفوكس بتاعه هنا عليه وفري انوبس كلهم هاويفر زوني حاضر من عنده يشتري بيها الوقت الكافي ستيل لايف وست كل ده بيضرب الترن مال عندك لما يركن فول داون بسرعه جدا وصل رين داخل الفايت ولكن ساكن حد شريدنج وسطهم كله مره ثانيه فيفر داون رين هيلاقي الكل موجود على تويتش شاطر لكم موجود تيم بس موت من عند رعد مقابل كل واحده بس وصاد فريق انوبس لكن مضطرين انهم يرجعوا الفوكس حاول على ميزه تكون الكلمه نصيب ريتد
فلاش ان موجوده على دماغ رين، ولكن الدمج الرد بقى مره كمان الدمج اللي طالع من عند الكينر عشان يكون الفايت اس ال2 في 42، ولكن جاي المطارد البوليسيه دي باش تطول شويه. رين على ما يبدو يستسلم. ريتد معاك كم ستاك؟ اي ويش وي كود نو عشان عاشق ان في واحد تندلع بالفعل. انا سام بالراتات ها سلايسنج بالسول كلهم فوق الدفور وكانت موجوده مع دريز، ولكن بيبر وعلى الدخول بس بالفعل نرسى فول داون ميد انيميشن دبل مانكل موجوده ساند ريتد واي تو سترونج على ذي الكندر كمان فولو بيدر نو الان دبل كل مقابل لا شيء. مره ثانيه نشوف الدمج طلع من الكراكن سلاير واي تو كويك مره ثانيه هنا على الكونج فول داون في النهايه بسبب الديد دانس. كثير من الناس شكوا في الخساره هذه وقالوا مفروض ما تصيرش، ولكن اللي صار صار 8-1 هي النتيجه اللي يخدم بها الرعد.